أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. موضوعنا عن الديوان الملكي اللي أطلق بوابة التواصل، حيث أطلق الديوان الملكي النسخة التجريبية لموقعها الرسمي بوابة التواصل، والتي تهدف للتواصل مع المواطنين، استقبال مقترحاتهم وشكاويهم، ورفع بها كذلك لمقام خادم الحرمين الشريفين حفظه الله. جاء في الرسالة الترحيبية لما أول ما تدخل على الموقع، حرصا على من خادم الحرمين الشريفين أيده الله على التيسير على أبنائه المواطنين وبناته المواطنات، والتأكد من وصول جميع الخدمات التي تقدمها الدولة لهم بكل يسر وسهولة. فقد وجه حفظه الله بإنشاء بوابة تواصل، وهي خدمة إلكترونية مقدمة من الديوان الملكي، يتم من خلالها الرفع للمقام الكريم عن أي تقصير من أي جهة كانت، والنظر فيما يعود بالنفع على المواطنين كافة. التقديم يعني أتوقع حتى المواطنين يدخلوا على البوابة بكل بساطة، يعني مسهل، حتى طلبات ما في ذيك الطلبات الكثيرة اللي يمكن يطلبها الموقع عندما تسجل، يمكن تقديم الطلبات العلاجية، الشكاوي عبر الرابط اللي بيظهر إن شاء الله لكم بعد ما نتابع هذا التقرير عن إطلاق تواصل من قبل الديوان الملكي. قبل أسابيع خرج معالي الأستاذ خالد تويجري رئيس الديوان الملكي وسكرتير خادم الحرمين الشريفين، وفتح نافذته الإلكترونية تويتر لتكون حلقة وصل بين المواطن وولي الأمر لخدمته وإنجاز مصالحه وتحقيق مطالبه. ومنذ أيام أعلن تويجري عن افتتاح الموقع الخاص بالتواصل بين المواطنين والديوان الملكي بموجب توجيه خادم الحرمين الشريفين. وقال تويجري عبر حسابه في تويتر: حسب التوجيه الكريم، تشرفت صباح اليوم بافتتاح الموقع الخاص بالتواصل بين المواطنين والديوان الملكي، وفقنا الله لخدمتكم. الموقع الخاص يشمل بوابة التواصل، وهي خدمة إلكترونية مقدمة من الديوان الملكي، يتم من خلالها الرفع للمقام الكريم عن أي تقصير من جهة كانت والنظر فيها، وكذلك يمكن تقديم الطلبات والشكاوى على الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد والمسؤولين، بشرط إرفاق جميع المستندات التي تؤيد صحة الشكوى مع مراعاة وضوحها. للتعليق حول هذا الموضوع معي هنا في الاستوديو عضو مجلس الشورى السابق والكاتب الصحفي الأستاذ حمد القاضي، وينضم إلينا إن شاء الله بعد قليل الدكتور نواف الفغم عضو اللجنة الأمنية بمجلس الشورى. أستاذ حمد، خطوة الحقيقة جدا رائعة. طبعا قبل ما نبدأ بس بحوارنا، أذكر المواطنين أنه رابط الموقع سيكون موقع الديوان الملكي وموقع تواصل اللي من خلاله بيتواصل الديوان الملكي مع المواطنين، سيكون ظاهر لكم الآن على الشاشة، ويعني وسيبقى طيلة الحلقة إن شاء الله يظهر لكم ما بين الوقت والآخر. هذه خطوة الحقيقة جميلة، بدأ يمكن مع الأستاذ خالد تويجري عندما فعل حسابه في تويتر. صحيح. نعم. حل مشكلة البديلات المستثنيات. نعم. الاتصالات المتكاملة. نعم. ثم الموضوع صار أشمل من ذلك، موقع متخصص. كيف تشوف هالخطوة في التواصل مع المواطنين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لم يعد المجتمع السعودي صغيرا، ولم يعد المشهد التنموي محدودا، وبالتالي جاءت هذه الخطوة أو هذه البادرة النابهة من الديوان الملكي لتتماهى مع اهتمامات الناس، مع كون المملكة العربية السعودية قارة لم يعد سكان المملكة أيضا محدودين الآن بالملايين ولله الحمد، وبالتالي من الصعب أن يأتي كل مواطن لديه شكوى أو مطلب يأتي للديوان الملكي ليقدم هذه الشكوى وهذا الطلب. ولهذا جاءت هذه الخطوة متماهية مع توجيهات الملك عبد الله حفظ الله الحريص على كل ما يخدم المواطنين وكل ما يسر لهم، بل إنه سقف تطلعاته حفظ الله أكبر من تطلعاته. انظر يا أخي، قبل ليلتين عندما افتتح مدينة الجوهرة المشعة في جدة، وهو يقدمه يقول لأبناء الوطن: أنتم تستحقون أكثر من ذلك. تحس بحسه الإنساني. نعم. يعني الأبوة، المحبة، يريد أن يخدم هذا الوطن وأبنائه. من هنا جاءت الحقيقة البوابة الإلكترونية للديوان الملكي، خطوة متقدمة جدا. وفي تقدير أيضا أنها تعطي رسالة لكافة الجهات الحكومية. إذا كان تاج ما أسميه تاج
المؤسسات الحكومية يضع هذه البوابة الإلكترونية ويستفيد من مخرجات التقنية للتيسير والتسهيل على المواطنين. إذن أطلب عبر هذا البرنامج كما طلبت سابقا أنه أيضا الوزارات والمؤسسات الأخرى تقتدي بهذه الخطوة وتفتح لها بوابة إلكترونية تكون بس حتى تكون فاعلة. يعني وجه أنه الوزراء نعم يفتحون أبواب هم المواطنين ولكن للأسف يمكن ما في تفاعل في التواصل هم بعضهم وضع قبل بعض الجهات الحكومية بعضهم وضع لكن ليست مفعلة ما قيمة تجعل يعني هذه مجرد ديكور. يريد من هذه الوزارات كما فعل الدول الملكي أن يفعل هذه البوابة ويتعامل معها ويرفع إذا كان جهة مثلا يرفعون للوزير المسؤول الأول كما الآن الدول الملكي سوف يرفع للملك والمقام الكريم كل ما يصل لهذه البوابة. ولعل تجربة معالي رئيس الديوان الأستاذ خالد التويجري عندما وضع له في تويتر وكان تفاعل زف الحقيقة أخبار جيدة عن طريقها مثلا يعني البديلات مثل انفتاح جامعات بل أنني قرأت في إحدى تغريدات الأستاذ خالد التويجري يقول ما عليه أنني اتصلت برقم تلفون لكن لم يجيب لي شكوى المواطن ويطلب أن أحد يفيده أو هذا الشخص يشكى أن يفيده بالرقم. إذا هناك تفاعل حقيقي لم تأتي مش مسألة بس يعني يعني نوجد هذا الشيء لا هناك تفاعل يعني تفاعل سواء كان بدأ بتويتر أو الآن توقع البوابة هذه حتى يمكن يعني قبل الحلقة دخلنا على البوابة ما قاعد تطلب طلبات كثيرة إجراءات التسجيل فيها ما يمكن ما تستغرق من كل ثلاث دقائق. طيب أنا سأذنك بس أضيف لك رسالة بالكلمة أنه هذه أنا متأكد أن لها إيجابية أخرى البوابة الدول الملكية وهي أن الجهات الحكومية سوف تحاول أن تنفذ ما يريد المواطن وطلباته لكي لا يأتي المواطن للبوابة الإلكترونية ثم يضع شكوى ضد هذه الجهة فلعل لها إيجابية أخرى أنها تسرع في العمل وتنجز معاملة المواطن. جميل. هذا السؤال يمكن اللي بطرح على الدكتور نواف الفغم عضو اللجنة الأمنية بمنشورة. يعني بداية دكتور خليني أتكلم هل هذه رسالة لكل مسؤول يعني مقصر بحق المواطن سواء استغلال سيء للسلطة أو تقصير كذلك في تقديم يعني ما هو موكل إليهم والأمانة اللي ملقاة عليهم ونثرة فيه مراقبة الحين ملكية يعني في مراقبة ملكية لكل مقصر. هل تتوقع أن هذه فعلا رسالة مباشرة لكل المسؤولين؟ نعم أقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام رسول الله. أنا أشكرك على الاستضافة وإن كانت مداخلة سريعة لظروف السفر وأحيي الأديب الكبير الأستاذ حمد القاضي زميل وصديق وأخ وأبارك للوطن بهذه النقلات النوعية المستمرة والمتوالية. فبالأمس كنا نفتح الجوهرة اسم على مسمى يفتح الرجل الوالد القائد خادم الحرمين الشريفين فكنا سعداء بالوطن به وبهذا الافتتاح وهذا الإنجاز المستمر. ثانيا نتكلم عن بوابة إلكترونية أقامها الديوان الملكي تمشيا مع توجيهات ورغبات خادم الحرمين الشريفين بإشراف وإدارة شبابية واعية دخلت الديوان الملكي من فترة بسيطة ونقلت نقلات نوعية بداية في الفيسبوك في عام 1430 كتبت مقال عن الفيسبوك ووجود معالي الشيخ خالد تويجري واستقباله لكل المداخلات ذاك الوقت. ثم بعد تأكد من هذا انتقل إلى التويتر والدخول في التويتر وبوابة واسعة إلكترونية للمواطنين كان مفادها أن توصل للمواطن من أصقاع الأرض ليس فقط في حدود المملكة العربية السعودية جميع المواطنين السعوديين في أي مكان في الأرض الآن يستطيعون الوصول إلى خادم الحرمين الشريفين من أوسع الأبواب تمشيا مع سياسة الباب المفتوح التي نهجتها هذه الدولة المباركة. فانتقلت بنا نقلة نوعية متمشية مع هذا التوجه الإلكتروني. ثم الآن كما ذكرتم كما ذكر سعادة الأخ حمد القاضي أن هذه ستكون أيضا توجيه وأيضا مراقبة إذا صح التعبير على على الأجهزة الحكومية سواء في عملها وإدارة عملها لأن سيصل الأمر إلى الديوان الملكي إلى ولي الأمر ومن ثم عليها مواكبة هذا الحدث. فإذا كان ولي الأمر يتمشى ويفعل الدور الرقابي للأعمال التي الدونية فالوزارات
دكتور يعني نعم. يعني اتوقع انه كذلك هو مش بس يعني جهاز الرقابه يعتبر وصوت المواطن يعرف المقصرين من المسؤولين او الجهات الخدميه. نعم. حتى لو صار في تقصير من الاجهزه الرقابيه يعني لو صار من نعم. الديوان مراقبه ولا يعني غيره من جهات هيئه مكافحه الفساد. نعم. غيرها ايضا الاجهزه الرقابيه المعنيه ايضا ينالها نصيب من هذا الجهاز الرقابي اذا صح التعبير. ولكن انا اقول انا اوجه رساله يعني رجاء انا اريد يعني وقت حتى اوجه رساله. تفضل معك اقول الوقت. للمواطن الكريم ان ستكون انا وجهه نظري ستكون كل انسان له حاجه واحتياجات مختلفه لكن في عند التنفيذ هنالك تكون على مراحل. اما يكون تنفيذ مباشر لان الحاجة المرفوعة بسيطة ومباشرة ويتم التعامل معها أو كما ذكر قبل قليل أخوي أبو بدر أن حاجة تستدعي مثلا التثبت وتأكد من معالي الشيخ خالد والأخوان اللي يعملون معاه. لذلك لابد أنها يكون هناك في إجراءات أخرى أو ارتباط في جهات حكومية لابد المساءلة أو أن يكون تنضم تحت أو خلف أوامر أخرى تنتظر دورها في التنفيذ. نعم. فهذا أنا أرجو من المواطن الكريم أنه لا يستعجل مثلا عند طلبه أو رفع الشكوى من هذه البوابة. نعم. أنه سيتم مباشرة التعامل مع موضوعه وينهى. لابد يكون إذا كان طيب واضح دكتور أخرى. نعم دكتور واضح بس يعني آخر شيء أساس بس موضوع الوقت يعني مجلس الشورى هو صوت المواطن صح ولا لا؟ ما في شك ومجلس الشورى طيب. دائما فاتح فترة وقلبه وبابه حتى عين شيء لاسم المعاريض لجنة خصصت لهذا الغرض. طيب طيب طيب, طيب انت ما بعد سالتك ما شاء الله وبديت في الاجابه. السؤال انت وينكم بالتواصل مع المواطنين؟ انتوا صوت المواطن. طيب افتحوا لنا نفس الشيء زي ما سوى الديوان الملكي سووا لنا عندكم موقع عارفين وفي لجنه المعاريض والظاهر والحقوق والعرائض. بس اتوقع ان لو يصير في مرونه مع التواصل مع المواطنين خلكم فعلا صوت المواطن. انت يعني من جمال اللقاء بك دائما اخوي انكم ما شاء الله الان اجبت نفسك بنفسك ان هناك موجود البوابه موجوده. لا انا ما اجبت نفسي انا قلت عندكم بوابه بس ما في مرونه يعني في نبي شيء في مرونه وبساطه للتواصل مع المواطنين عندكم بالشورى. لا ابدا في جميع لقاءاتنا ويعلم فيها الاخ بدر عندك في جميع لقاءاتنا انا بالمواطن يعلم فاتحين للمواطن في كل شيء سواء اتصالاتنا وارقامنا موجوده ولجنه خاصه من لجنه العراض الان المناطق نزورها الان كاعضاء شورى زرنا الان يمكن حوالي 3 أو 4 مناطق لمقابله طيب. الجمهور. طيب انا شكرا لك دكتور. شكرا دكتور نواف. دكتور نواف الفغم عضو اللجنه الامنيه بالشورى. بس يعني عفوا مجلس الشورى تحتاجون تتواصلون اكثر مع المواطنين ويكون في فعلا تواصل مباشر مع المواطن لان مجلس الشورى في النهايه هو صوت المواطن. سوى ما زي ما سوى الديوان الملكي ان شاء الله. خلونا نستاذنك استاذ حمد في فاصل قصير ثم بعد ذلك نتابع حوارنا حول موضوع تواصل الموقع اللي اطلق الديوان الملكي. أهلا بكم من جديد. حديثنا عن بوابة التواصل اللي أطلقها الديوان الملكي مازال مستمر مع الأستاذ حمد القاضي عضو مجلس الشورى السابق والكاتب الصحفي. أستاذ حمد خلينا نتكلم عن نقطة جزئية مهمة. يمكن تو سألت الدكتور على موضوع الشورى وما شاء الله جاوب قبل ما أسأله عن موضوع وين حتى مجلس الشورى بالتواصل. بس أنا أتوقع الحين يقدر حتى الواحد عن طريق موقع الديوان الملكي لو شاف حتى شيء على الشورى أنه حتى يقدم. جميل. أولا الدكتور نواف أشار إشارة طيبة أنه هذه البوابة الإلكترونية جعلت الناس أو سهلت للمواطن بالشرق والغرب والشمال والجنوب أن يصل للديوان الملكي ويصل للمقام الكريم. بمعنى أنها جاءت الناس على مسافة واحدة للوصول لما يريدون في الواقع. لا فرق بين اللي بجدة ولا بالرياض ولا بتبوك ولا بالقزم. هذه أعتقد خطوة نابهة وحققت البوابة الإلكترونية. يعني ما تحتاج أن نشوف يعني أحد بيزور الموقع الديوان الملكي سواء في الرياض ولا في جدة. تقدم إلكترونيا إذا عندك شكوى ولا عندك مشكلة ويتم التواصل معك بناء عليها. وصائغ التقنية الحديثة وظفها الآن. وأنت لو قد يعني ما الفرق بين تقدم هذا المعروف
معروض بيدك للمسؤول أو يصل له عبر الشبكة الإلكترونية وبالتالي يقدم له نفس الطريقة. هي والله فيها تيسير أيضا في خطوة التسريع كيف الديوان, أيوة كيف الديوان الملكي حيتفاعل هذا يعني لو قلنا كم وافر من المواضيع كيف يتعامل معها وهذه ستسرع على كل بتنفيذ الأوامر وتحقيق مطالب المواطنين والتحقيق في شكواهم والتعامل معها. طبعا لا يعني أن الإنسان يقدم شكوى ومطلب أنه يكون على حق, لابد يكون التعامل معها بشكل قانوني ونظامي. أشرت تقول إلى الشورى سألت الدكتور ما شاء الله عليه وبادر على طول. أنا يعني سأكون محايد لأن أنا لست بالشورى الآن. طبعا هناك بس لك تجربة تستطيع أنك تقيمها. طبعا أقول لك يعني الآن لا أقصد أنه الآن لست بالشورى وبالتالي أتحدث بارتياح. لو كنت بالشورى ربما يأخذني طيف المجاملة أو كذا, لكن أنا لما كنت في المجلس والآن يعني موجود هذا البوابة موجودة وتستقبل شكوى الناس ومطالبهم, وإذا سوف يأتي مسؤول سيزور الشورى ويتحاور الأعضاء معه يطلب من المواطنين تقديم كل ما لديهم حول ذلك المسؤول أو ذلك الوزير, هذا جيد. لكن أنا نعم وهذه بالمناسبة هناك لجنة العرائض في المجلس وأيضا تأتي للجان, كانت تأتينا في اللجنة, كل لجنة تأتي ما يأخذها. الأهم مثل ما تفضلت أنه الإسراع في التعامل مع هذه العرائض والشكاوى التي تأتي من المواطنين والحرص على أن تضمن توصيات القرارات التي ترفع للمقام الكريم. هنا يكون لهذه البوابة أثرها ولا هي موجودة وتستقبل المطالب والشكاوى, لكن أن تفعل بمثل هذه الشكاوى تضمن التوصيات والقرارات. ترى على فكرة هناك يعني شكاوى ومقترحات المواطنين صدرت من توصيات من اللجان ثم ذهبت قرارات. نعم. أنا أقول الدور اللي قاعد يقوم فيه الديوان الملكي الآن مشكور, جزء كبير منه كان مفترض يقوم بكذلك, مشهورة كونه صوت المواطن أنه يستقبل قضايا الناس ويطرح وهو يرفعها, وبالتالي هذا التلكلك هذا التأخر. أنا أذكر العام الماضي وقبل العام كان في اجتماع واحد لجنة حقوق الإنسان والعرض, حضرت هذا الاجتماع وكان يعني معالي رئيس مجلس الشورى موجود وكان ياخذ ويعطي, عجبتني الفكرة بس طبعا ما عاد سووها. يعني الموضوع نبي لجنة اسمها لجنة المواطن, لجنة فعلا هي يتواصلون مع المواطنين ينقلون شكاويهم قضاياهم يدرسونها تحت قبتهم بالشورى ويرفعون بها للمقام السامي. طبعا من الصعب تسمي لجنة اسمها لجنة المواطن, كل اللجان تهدف لخدمة المواطن, بس نبي أنا أقول التفعيل, أنا أتفق معك بالتفعيل أن لها اللجان وتحت قبة المجلس تفعل هذه الشكاوى وتضمن التوصيات. ليس المهم أن تصل الشكوى, وصول الشكوى أعتقد والمطلب يعني يصل عن طريق الموقع, عن طريق اللقاء بعض الشورى, عن طريق الهاتف, هذه تصل الشكوى. وأعتقد يا أخي عضو الشورى يعرف ما يهم المواطن, لكن أهم شيء يفعل ويسرع في التعامل مع المواطن. سيد أحمد ما معي إلا دقيقة واحدة بس, هالدقيقة أبغى توجه رسالة إنه يعني هذا التفاعل هذا التواصل قبل كم يوم شفنا افتتاح للجوهر المضيئة وجود خادم الحرمين الشريفين حفظه الله والكلمات العفوية الحقيقة اللي أطلقها واللي فعلا تدل على مدى عمق حبه للوطن المواطن. وش حقنا وش حق ملكنا علينا كمواطنين. جيد. نعم طبعا رسالة الملك الله يحفظه في مثل التوجيهات اللي وجهها للوزراء رئيس الديوان والسكرتير الخاص ومن بين هذه البوابة, لأن الملك حفظه الله حريص على أن ما يخدم المواطن ويسر عليهم وأن تكون الأمان المواطن وأمين متحقق الأرض الواقع, ولا يكون هذا إلا بالتعاون بين المواطن والجهات الحكومية. بقي علينا نحو المواطنين, أنا أقول أيضا لهذه البوابة ليت كل مواطن يحرص ألا يقدم عبرها إلا الشكوى التي تستحق والمطلب الذي يستحق, لأن إذا كثرت الشكاوى ربما الدول لا يستطيع يتعامل معكم, لكن لكي إن شاء الله تكون مختزلة ومتحدث. شكرا لك سيد حمد القاضي عضو مجلس الشورى السابق والكاتب الصحفي, شكرا لكم مشاهديكم لمتابعتكم, شكرا لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله على يعني هذه البوابة, بوابة التواصل اللي فعلا ستكون المواطن هو النافذة لأعلى سلطة يعني للملك حفظه الله في رصد أي مخالفات أو تقصير من أي جهة حكومية, أننا نقوم بإيصال صوتنا لأعلى القيادة بإذن. شكرا لكم مشاهدين الكرام, شكرا لكل من خصص جزء من وقته لنا, نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة في أمان الله.